صراحه هو من الاحسن الواحد يعتمد على نفسه، كما ان بحال دابا ملي تنشوفوا تبارك الله هاد الشباب ديال اليوم انه عنده امكانيات وكان عنده طموح وتمكن من الدراسه وكان زعما تيحلم انه يتوفر على خدمه ب ب ب زعما بفضل المثابره ديالو الجد ديال العمل ديالو. قبل علاش لا خويا؟ حيت راه صعيب تلقى خدمه في هاد الوقيته هادي، دونك الا جاتك واحد لوكازيون من عند الله ولا من عند عبد ولا من عند شي واحد مرحبا بها. دونك فوالا اش اخويا في هاد البلاد هادي ما كايناش خدمه بزاف، داكشي علاش خاص تكون عندك الوسيطه، لما كانش عندك الوسيطه ما غاتخدمش. دابا انت عندك الباك، عندك الدبلوم، عندك شحال من حاجه ولكن ما كتلقاش خدمه، لابد خاص شي واحد يتوسط لك ولا تعطيه الفلوس باش يلا هو يخدمك، داكشي اللي كاين. بالنسبه لي انا نقبل باسكو باقي تنقرا غادي عاد غناخذ ديبلوم، غتلقى خاصك ليكسبيريونس، ميم ملي تيكون عندك المونك ديال ليكسبيريونس اي حاجه يمكن لك تبدا فيها، دونك هي مزيانه. نقبل حيت نورمالمون المغرب ديالنا بحال ما هكا غادي، انه من تقريبا من الفوق الناس اللي كيحكموا الفوق حتى لتحت. الشعب هادشي باش كلشي كيما كيقولوا جداك في المعروف ولا باك صاحبي، هادي هي باش غادي البلاد ديالنا ونتمنى وحيد هادشي ان شاء الله. حنا الا جينا نشوفوا بحال دابا في الواقع من ناحيه باش الواحد يلقى الخدمه ماشي سهله، سورتو بالنسبه لهاد الشباب مازالين محتاجين مسانده، مازالين محتاجين فورماسيون. دونك الا بحال دابا كان شي واحد يقدر بحال دابا يساعدك، ربما صديق ربما شي واحد اللي تتعرف، تكون مبادره طيبه. بالنسبه للموضوع ديال الوساطه ديال الخدمه، شنقول لك حاليا في هذا الوقت كاينه الوساطه، خدمه ولات صعيبه في هذا الوقت هذه، لما توصلش لك شي واحد ولا ما كانتش عندك شي معرفه راه ما غتخدمش. سينو الا كانت شي خدمه نوار باش جاي باش داخل تقدر تاخذ صالير تقدر ما تاخذوش، هذوك خدامي موجودين. بالنسبه للخدمه اوفيسير رسميه راه ضروري من المعرفه، هذا هو مغرب اليوم.